النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يمكن في انتعاشه فنيه قويه جدا باللعيبه الجديده اللي دخلت، كمان زودوا تقل لفرقه النادي الاهلي فنيا، انا بتكلم فنيا يعني. والترجي الحقيقه برضو من افضل الفرق الافريقيه اللي موجوده على الساحه، لكن ككوره شايف ان النادي الاهلي حظوظه افضل من الترجي بكتير، وبدليل حتى البطوله العربيه احنا شفنا اداء الترجي مع انه خد البطوله، لكن مش هو ده الترجي اللي كان بالقوه قبل كده، عنده لعيبه مميزه، لكن طبعا احنا عندنا كابتن حسام البدري هيقدر يتعامل مع كل المفاتيح. الحمد لله ان برضو ككوره مفاتيح الترجي قليله جوه الملعب، عندنا احنا الحمد لله دلوقتي حلول كتير مع كابتن حسام، وخلاص بقى هو سيستم النادي الاهلي بقى معروف يعني احنا برضو بنتفائل بموضوع ان الماتش التاني يبقى في تونس ده بالظبط كده، وهو خلاص اداء النادي الاهلي بقى بيلعب بره زي جوه، ما بقاش فيه فرق في الحته دي، خبرات اللعيبه وتقولها اداهم فرص ان ماتش جوه زي بره. اعتقد ان شاء الله باذن الله هيبقى مباراتين قويتين، متهيألي ان يعني هما بيبقى افضل مباراه افريقيا الاهلي والترجي الحقيقه، لان هما فرقتين تقال فنيا. طبعا حكايه الماتش ده مش حكايه ترجي ومش حكايه ماتش، هي حكايه بطوله. نادي الاهلي نادي بطل بيلعب على بطولات، اي بطوله بيلعب فيها بيلعب عشان ياخد البطوله دي، فحكايه مش موضوع ترجي، لا ترجي ده جزء من الايه من الـ خطوات اللي عايز ياخدها البطوله. فان شاء الله انا شايف اللعيبه كلها عندهم دوافع جامده عشان يوصل للنهائي وياخد البطوله دي، خصوصا البطوله دي غايبه عنا مش عارف مرتين ثلاثه 2000 بتكلم في بتاع داخل على 4 سنين 5 سنين، فان شاء الله انا عارف عندهم حافز، خصوصا هم حققوا موسم ده دوري وكاس فبدون هزيمه الحمد لله. وكمان دلوقتي لما يجمع زي ريال مدريد كده جمع دوري و ابطال اوروبا وسوبر، يعني حاجه ده تاريخ بيكتبوه، وعندك لعيبه جديده ما عندهمش تاريخ ده، فنفسهم يحققوا اي حاجه عشان تكتب لهم في التاريخ. الاهلي دايما هو الاهلي، الحمد لله رب العالمين، واخدين الدوري والايام قليله جدا واخدين بطوله الكاس، الفريق بيعيش حاله معنويه عاليه جدا، بسم الله ما شاء الله جميع اللاعبين، مش مفيش صف اول صف تاني، انما جميع اللاعبين اللي بيشاركوا حتى في البطوله العربيه، كل الجماهير مطمنه على كل اللعيبه في كل المراكز، بنعيش حاله من الاستقرار الفني. طبعا الجهاز الفني القدير كابتن حسام وكابتن احمد وجميع وكابتن طارق سليمان وكابتن سيد، نتمنى لهم التوفيق. انما المباراه من ناحيه التوقعات احنا دايما الحمد لله يعني بفضل من ربنا، ربنا يديمها نعمه، احنا دايما في المواجهات مع تونس الحمد لله بيبقى ربنا بيكرمنا فيها. المباراه الاولانيه هنا ان شاء الله باذن الله نحقق نتيجه مرضيه يعني تحط رجلينا بنسبه كبيره جدا في الدور اللي بعده، وانا شايف ان شاء الله باذن الله الاهلي يعدي من المباراه دي، اعتقد ان هي اصعب مواجهه لحد ان شاء الله ما ناخد البطوله ممكن تقابل النادي الاهلي، انما انا من الناحيه الفنيه ومن ناحيه شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي بتظهر دايما في الاوقات الصعبه ان شاء الله باذن الله ما حدش يقف قدامنا.